تعرفوا هذه السنة كانت مغادرة ديال مجموعة ديال اللاعبين، سواء كان انتهاء ديال العقد ديالهم وانتقلوا انتقال حر، وكان انتقال لاعبين اثنين صفقة اللي حدثوا لها مشكل من قبل ديال الوليد عزارو للفريق الاهلي، ولا اللاعب سعد كرو على سبيل الإعارة لفريق النصر السعودي مع أبيك أوبسيون داشي، يعني احتمال شراء اللاعب. الأمور اللي هي تقنية ولا غير تحدث عليها من بعد السي عبد الرحيم الطالب لأنه قدر يجاوب أكثر على هذه الأمور التقنية، أنا مستعد نعطيكم التفاصيل، يعني الأمور اللي هي تكلموا عليها في بعض الصفقات. بالنسبة لوليد أزارو كنا تكلمنا على الصفقة حضرنا كاملين، بالنسبة لوليد سعد كرو شرط تلقى الإعارة بمبلغ ديال 500,000 دولار أفيك أوبسيون داشا ديال 1,050,000 دولار، قبل من أبريل إذا كانوا اللاعبين بغاو ياخذوا ضروري خصهم هذه الكلوز يكملوها باش يكون انتقال نهائي. بالنسبة للاعبين اللي انتهت العقود ديالهم، اللاعب دامين دياكيتي، اللاعب كوليبالي، واللاعب زكريا حدرك انتقال، واللاعب لاعب عبد القادر القاضي حتى هو انتقال. كما تم تسوية بعض فسخ بعض العقود، الرياض مع بعض اللاعبين منهم حمزة مصدق، منهم بعض اللاعبين حمزة مصدق وكان بارني واللاعب ماشي اللي كان اليوم إضافة على حارس المرمى الزوري. أي تفاصيل في هذا الموضوع ممكن أسئلة ممكن نطرحها عليهم ونشوفوا عليهم. لا واش غير بالنسبه للتحضير ديال الموسم المقبل، تكلموا على الحصيله ديال الانتقالات، يعني اللاعبين اللي حنا درنا لهم الجلب ديالهم بالمناسبه، كان جلب ديال اللاعب حارس فريق منتخب مصر الوطني المحلي يحيى الفداني، وكان جلب ديال اللاعب اولمبيك خليفكا اللي كان سابقا كيلعب مع المغرب التطواني اللاعب بلال بكري، هاد اللاعبين مغربيين هما الوحيدين اللي لحد الان تم التوقيع عليهم، بالاضافه الى اربعه لاعبين اجانب هما اللاعب بكر ميلاي، مونروج ماريو، وسيمون سوما ومعاش مجموعة جديدة هنا، ولاعب فابريس اللي كي المراكز ديالهم التالية، يعني فابريس كيلعب أريال غوش، أريال غوش لاعب صوت مهاجم بالمناسبة حرز على لقب أحسن مهاجم وأحسن لاعب في البطولة التنزانية، موندروت ماريو لاعب كبير عنده مواهب كبيرة مع كان متابع من عدة فرق، الحمد لله انتم تتبعوا بزاف فرق كاتب حبينا واحد الجهودات وصلنا باش ناخذوا الشراء العقد ديالو. بهذه المناسبة كنرحب بهم وباسم مكونات جميع الدفاع الحسابي كنرحب بهم ونو دو كلوب نو سوغيت لو بيان فيني او نو جوار افيك لوي بيسكو ماري نو جوار ماريو كي زون دو هو بوتونسيال اي نو سوغيتو كي دون دو لا فالور اجوتي او كلوب انسي سا كارير بروفيسيونيل. دونك ميم شوز بالنسبة لو جوار سيمون سوفا On behalf of the club, we welcome to the player Simon Sova, who has high potential, and we wish that he add value of the club, as well as to his professional career. بالنسبة للتحضيرات الموسم المقبل، من غير الانتدابات اللي تكلمنا عليهم، كاين تحضير الموسم المقبل، كيف ما كتلاحظوا معنا كاين واحد الشغلة اللي هي واحد الوتيرة جد سريعة ديال الملعب والمرافق ديالو، يعني سواء مشاركة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي كتعطي واحد الولاية خاصة للملعب العادي، ولا الشركاء ديالنا الشركاء ديالنا اللي كيقوموا على واحد الإصلاحات واحد الوتيرة جد سريعة. وهذه المناسبة كانت واحد الزيارة ديال السيدة أمينة كريمة ديال الزياره ورئيس المجلس الاقليمي اللي كنشكرو بالمناسبه، يعني جاو على وقفوا على الاشغال اللي هي غاده بواحد السياره جد ممتازه ودار واحد الاضافه، وهما الان تما معنا في مجموعه ديال الورشات ولا خيرين واحد البلانين ديالو باش يكون في واحد الزمن يعني قبل البدايه ديال
وراك ان شاء الله. كيف ما عرفتوا الملعب عندي راه واحد الاشغال اللي كتعرف من غير الكراسي اللي ولات حوالي 11000 كرسي مرقم. كاين منصه شرفيه الاعاده ديالها، كاينه منصه ديال الصحافه الاعاده ديال الهيكله ديالو، مازال فيها الاشغال غتكون. بالنسبه للمرافق الصحيه يعني راه متعين تما نشوف واحد الجوله، نشوف واحد لو نيفو اللي وصلت ليه، نتمناو للجمهور باش يحافظوا على المكتسبات اللي ولات عندنا يعني بمستوى عالي. من بعد ان شاء الله غيكون لاد يعني واحد الاشاريه، واحد هي غتكون من بعد لواحد الاشاريه دار واحد الصفقه يعني واحد السيكلو في المغرب اللي غيستافدو دفاع حسن جيني تا هو غيستافد منهم، يعني ما غاتكونش في البدايه ديال الموسم، غاتكون شي شويه تما غيستافدو منهم. النقطه اللي كانت مثيره شويه ديال الجدل ديال الاعاده ديال التعشيم ديال الملعب العبدي، الظرفيه اللي فيه باش تعاود التعشيم ديالو. كيف ما عرفتوا الملعب العبدي هاد العشب ولا هاد التربه اللي كانت ليها واحد 20 سنه، وكتعرفوا دوك المعادلات الكيميائيه ولا ديك التربه ملي كدوز واحد المده ما كتبقاش قادره تنتج بديك الطريقه اللي كانت عليها في الاول. يعني حاولوا معاوده حاولت الاصلاح مرات ومرات، هذه السنه وصلنا لواحد الدرجه لان الملعب يعني ما بقى حتى ما بقاش كيتنفس الملعب. يعني باستشاره مع خبراء وبزاف الناس كيتكلموا على التوقيت، علاش مشي في اخر السنه، علاش حتى دابا عشترناهم قبل واحد 40 يوم، لان هاد البطوله اللي كاينه ولا اللي كتكون في الجديده عندها واحد الوقت اللي تقدر تمشي فيه وتطلع فيه. يعني تم اختيار، كنا كنهضروا مع شي اخوان قلنا لهم حنا والله خسرنا عاودنا زرعنا في نهار ست نهار، كيف في الظرفيه والوقت خاص ما ديروهمش قبل لان غادي يتحركوك. غير اللي كنتمناو الاخوان مشكورين ديال المكتب المسير، يعني العمليه باش تحيد داك التراب باش تحيد نورمالمون كتاخذ واحد دي جور، يعني درنا واحد العمل الصباح في الليل هي اللي كتاخذ الوقت بزاف تحيدات وجات. الحمد لله الامر غادا في اتجاه صحيح، يعني واحد 80-90% يقدر يكون المقابله الاولى، ما كانتش المقابله الاولى المقابله الثانيه، مي حنا ان شاء الله غنكونوا دايرين مجهود باش تكون المقابله الاولى ان شاء الله. كنشكر الاخوان التقنيه اللي مسؤولين على هذه العمليه، يعني اللي كتشوف الملعب هذه صافي دابا واحد دو سيمان، كتشوف دابا واحد التغيير كبير بالاضافه بعض الاصلاحات اللي همت ان العشب يعني العرض ديال الملعب ما كانش كيساعد فريق الدفاع حسن جيني اللي كيلعب واحد الكره حديثه، يعني كانت العرض ديالو الامكانيه ديال اللاعبين كيلقاو دي فيكولتي ملي كيكونوا كيلقاو دي زيكيب اللي كيلعبوا في لا ديفونس. صعب راح يهضر اكثر منا على هذا الشيء كيفهم فيه اكثر منا. حاولنا في هذا الملعب الاصلاح ديالو غتزاد العرض ديالو، وهذا افونتاج بور الجمهور اللي غيكونوا، هذا الافونتاج عندنا حنا. بالاضافه كانت واحد المدخل ديال الملعب لا لاحظتو كنا كندخلوا من داك تحت داك الحديد هكا، كانت كاين اشكاليه وكانت واحد الملاحظه كلشي كيديرها هذا العام راه غتحيد غيولي الجمهور يتلاقاو تحت ويدخلوا اونتخي وحده، يعني الامر الاشغال راه جاريه وفي اقرب وقت راه غتكون. بالاضافه الى لاصال في اي بي اللي كانت لاصال في اي بي اللي كانت كيداروا فيها لي بوست كافي والسبات راه تما غتجدد واحد 70% ولا 80 الجامعات هي دايرين معنا واحد الجهود، المجلس الاقليمي وكنشكروا السي محمد زايد على التدخل ديالو هاد السريع هكا، ولا عامل الاقليم اللي وقف دار جوج زيارات، جات الزياره الاولى نحسن هذا الزياره وقال لنا هادو اللي خصهم يتصوروا ويفرديو، من بعد واحد 5 ايام عطينا وعود جا كيشوف داكشي دار ولا دار، حاجه ايجابيه والوقوف ديال هاد الامور ديالو. بالنسبه لينا حنايا بالنسبه لهذه المرافق والعمل كامل هذا عمل جماعي ديال الكل، هذه قيمه مضافه للملعب والدفاع الحسن الجديدي. السنه اللي فاتت كما عرفتوا عودنا لي فيستيار، دابا لو دوزيام تيران ولا لو تيران ديال الشد والرياضه او تهولا جاهز للاستقبال. بالمناسبه كيف ما شفتوا الملعب الجديد اللي دار ديال ساتيتيك العام اللي فات بشراكة مع لي دي اش راه ولا جاهز، ودير ندير لكم في علم ان الملعب الاول ديال الساتيتي اللي كان قديم حتى هو في اطار شراكة مع الجميع الملكي المغربية لكرة القدم غيتعاود التأهيل ديالو حتى هو غيولي ساتيتي من طراز رفيع من ثاني جينيراسيون. بالنسبة للأمور اللي كاين كاميرات
وكان كاميرا تحط 40 كاميرا و40 درت 50 كاميرا اللي غتكون في الملعب هاد الجهه هما دايرهم الجامعه الملكيه المغربيه اللي غتكون المراقبه ديال هذا الامن ديال هذا من اجل الامن ديال الجمهور اللي كيحضر وغتكون غرفه ديال المراقبه اللي غتكون تمايا ان شاء الله. هادو بما يخص استعدادات الانفراستركتور وتحضير الموسم المقبل غيكون كيف ما عرفتوا كنتكلموا على المعسكرات لا بيبار دي كلوب كيجيو جديدات كيديروا معسكر لان فيه بزاف الشتا فيها كلشي دي موان بالنسبة لنا حنا كاين الملاعب الكفاية كما كتشوفوا المقابلة اللي كنديرهم دابا في فوت مازالون باش نخليو الملعب يجي بواحد الطريقة سريعة كاين كما كنقولوا كاين بحال كاين لي زانستالاسيون اللي كيخليو ان ايكيب اون ايكيب بروفيسيونيل توجد في واحد الظروف مزيانة الحمد لله الامور هذا مزيانة وكيف ما كيف ما كانت العادة انا كنحاولوا ناخذوا لي جوغ واحد اون سيمان اون سيمان ولا سي جوغ جوست باش يدخل واحد التلاعب ديالو كناخذوا واحد الكونسونتراسيون هاد السنة اخترنا جهة الشرق يعني وجدة أمنية باش غنديروا مقابلة تما بحكم ان عندنا بزاف المقابلات كنلعبوهم في ديك الجهه باش داك المناخ يتعقلوا عليه الاخوان هذه الجهه اللي هي شويه بعيده علينا باش يتعقلوا عليهم والانطلاقه راه غتكون لو 12 لو 8 لو 8 غتكون انطلاقه غيكونوا جوج مقابلات في ميليا وجوج مقابلات في وجده من بعد ندخلوا كندخلوا في لي دي جور لي ديرني جور لي دوات باش نلعبوا مقابله كاس كما كتعرفوا غنواجهوا فيها فريق مهضر ديال الزمان زوين ما بقاش من بعد ما نسالوا المناقشة غنديروا البريزونطاسيون ديال قميص الفريق كيف ما كتعرفوا قميص الفريق وشدنا الثقة في البنك بزاف تعاونت عندنا مع واحد السنة من بعد السي جمال غيعطيكم واحد النبلة واحد الاختصار علاش بنك حافظنا عليها لأن تعاملنا معاهم السنة الماضية والحمد لله يعني بزاف الإيجابيات حنا كنلقاو شركة مغربية وكنت تعامل معاك بهاد تعاملنا مجموعة ديال الشركات مي في هاد الشركة لقينا فيها بزاف الإيجابيات يعني عندنا كنقول لهم عندنا الكلمة والكاليتي ديال التيسيو ولقيناهم قريبين من اللاعبين حتى في السنة الماضية كنا بين الكلوب اللي كيلبسو مزيان وكنلقاو راسنا داكشي اللي بغيناه كنوصلو راسي جمال من بعد ما يكون التقديم ديالو غيعطيك واحد الخلاصة على هاد التقديم كنظن حاولنا نعطينا بصفة عامة الأمور اللي نهضرو عليها وبيان نعطيكم الكلمة من بعد السعد رحيم الإخوان اللي غيدير رد على شي حاجة اللي تقترحوا ولا شي سؤال. مسؤولين احنا اللي كنسولي التقنيين بلوس وستاف بلوس وبوزيتيف سيك الزوجيكتيف اللي كنا ستار في كل سنة ونسيك الله سيك الله في الشرق المسليك شي كل شيء سكننا عليه في الأخير السنة من بعد السنة هذه كانت هناك عدة تغييرات من الناحية البشرية غادرنا أزارو غادرنا اختلاف الجروب من اللاعبين اللي كانوا رسمي في الفريق لاعبين اللي ما خرجوش من الطون افكتيف دي جو في الفريق بحال قادي مصداق نيانغ بياكيتي كوليبالي باسكو بالنسبة لي انا عندنا ان بيلون كل شاك جوار انديفيدي في الروندمون ديال العاب داخل الفرقة ديال العاب هو تحمس قانون الفريق الجديد ممكن لمدة ما يفوق 36 مقابلة يعني 19 او 30 مقابله ديال الدوري طبعا كما قال السي عبد الخالق ازارو وحداف والجروب ولا دو جوار ازارو والجروب اللي جاتهم اورو وغادرونا مع استفاده متبادله بين الطرفين للفريق وللاعبين حداف كانت فات فتره دونك ما كملناش معاه باسكو كانت واحد الاتفاق اما اللاعب الاخرين كان قاضي مقاجو تقريبا وكماش ومصداق كان بربي ما لعبش في فرد السنتين نيانغ نفس الشيء طاج داك لو بلوس لاطاك من اللقاء انا ازارو كان في قمه العطاء ديالو ولا احداد ولا نح دونك سان جوار اللي حنا هما بريك الفيز ما لعبش
ما لعبش روسي بعد الدقائق وكي سي بليسي دونك ما كانش عندنا نردو كوليبالي الى جينا نشوفوا الطريقه اللي لعبوا فيها الجيني كي ان الطريقه الهجوميه ما في اخر السنه ما كانش رسمي لان سانكاسور لي فهو لي بون في ريكوبيراسيون مي سو بو اوفنسيف كان عندنا عائق في الجهه اليسرى جيتو ليجي في كلكو ماتش نغير النجاح التكتيكي باش نزرعو في الوسط الهجومي كنا ناح ولعبنا الاولياء كيجي بعض المقابلات ف طبعا نتمنى ليه مسيره موفقه في المسيره ديالو بالنسبه لي انا وسط الميدان الهجومي خصو يعني يكون عندي ان بلوس في النشاط الهجومي بياكيتي يمكن لعب بعض المقابلات كان فيها جيد ولكن الجهه الحصيره ديال السنه كلها تقريبا ما يفوق على سنتين عنده خمسه اصابات وكل يوم اصابه واحده ولكن هما مشوا بالفان دو كونترا دونك ستاج الوقت ديالهم هما اللي بغاو يغيروا هذا من حقهم حنا ما اوني لا بوغ يعني بوغ بروتيجي لي زانتيغي ديال الفرقه ديالنا دونك زومي رغم انه حارس واعد نويل 95 عنده مستقبل ولكن كتعرف الانتيغراسيون جاتو ان بليفيسيف ما عندوش ما كانش محظوظ على مقابلتين ما كانش يعني في العطاء ديالو كيف ما تبنينا حنايا وهذا ناتج على الضغط وعلى التجربه ولكن هذه السنه هذه مادام ان الفريق تاهل الى الشامبيونز ليغ دونك كان خصنا نقدموا الموازين نشوفوا لاعبين عندهم تجربه وكنحب الاختيار على حارس فيدالي اللي كلشي كيعرفوا حارس المنتخب الان ضمن اللائحه اللي غتلعب ضد مصر احتراف اللي مشى وكيتولوجي باش نشوفوا ان جوار دو كولوار اللي عنده لي ميم بوسيبيليتي ولكن حنا دائما كنحترموا العمر ديال اللاعب باش نستغلوا لعده سنوات كان الشواع على سيوبيان نوي كان تبعناه في الاول في الكو عرفنا ان السنه الفريقه كان هو الهداف ديال الفريق في الكو جسمع الاصابات دونك اللاعب الاخرين القادمين اللي غادرنا دونك كيتسولوا يجيبوا ثاني شي شيء ان جوغ جاتنا واحد تقريبا واحد ما عرفتش نقول واحد 10 الفيديو ديال اللاعبين هادشي تنهضر عليه في مارس قبل دونك رودان بوسلو سي عطيف والاخوان ديال الطاقم التكنيك تلاقوا تقريبا شاك جو دو جو هنا بو سوبرفيزي الفيديو ولكن الحظ اللي كان عندنا هو ان هاد اللاعبين كلهم اللي اختارينا كانت عندهم البطوله الافريقيه ضمن المنتخبات ديالهم دونك درنا ان شوا بارمي بوكو دو جوار واحد 40 لاعب تقريبا كل 10 ل 100 لاعبين في واحد البوست ولكن صحيح انا كنا محظوظين لان كنعرفوا هاد اللاعبين فكان عندنا اذا نتبعوهم في الواقع الكروي وهو مقابله دوليه فتبعناهم تقريبا من افريل ماي من بعد كانت عندهم مقابلات سته مقابلات تبعنا مع هاد اللاعبين والحمد لله ان الاختيار ديالنا تنظن انه كان في محله لان نضاي المدافع اوسط 19 سنه مترو 87 دونك انا يمكن ندير لو شوا دي جوار تنشوف على دوبلور دو بوست الى شنا كنقول هو هنايا استاجور في دي لا كوفرتور دونك سي اون كاد ابسونس ديال سي جون من ستيف صفراء مريض دونك كان معاه العروسي مي فلاك سنترال ان طوكو ستوبور هذا واحد هو الهدودي اي ان جون هو ادم اللي باقي خصو العمل خصو الثقه باش يكون في التمه ديال العطاء ديالو ولكن حنا كنا مجبورين باش نجيبو لاعب دولي لان في لاشو في الشامبيونز ليغ المجرم شنو هو يعني واحد ما يفوت 3 مقابله افريقيه مع الفرق اللي دربت افريقيا ما عندكش اون تري بون ديفونس ان بون سيستيم ما يمكنش تاهل المقابلات الحاسمه ولسيما يكون عندك كنعرفوا الكره الافريقيه عندها عده مدارس والمدرسه الصعبه هي انجلو ساكسونيه اي باز دو جو سيغ لي كولوار وكتلعب الكره الطويله دونك كان خصنا ان ستوبور اللي غيكون عنده لا طاي ويكون تكنيكمون بارون مزيان دونك ما تمشيش كل اللعابه اللي كيطوروا اللعابه اللي كيلعبوا في السيستيم باش كيلعبوا حنا اللعبه الجديده عندها ان فور جو كي كومونس با لا ديفونس دونك الاختيار ديالك على نوباي شنا في عده مقابلات دوليه مؤخرا وما حسبنا الامر الا المقابله الاخيره ديالو مع كنظن مع ليبيريا كان احسن لاعبين واصلا هو احسن لاعب العام في
في موريتانيا ومن الاصل سنغال. اللاعب ماريو انا تبعته مع المنتخب، كنت نجيبو هذه واحد السنه الفارطه، قلنا ليه انفيتاسيون ولكن ما عرفناش كيفاش لقيتو في الراجل، عرفتش كابيزون وانا عارف الموضوع، لقيناه مصور مع الرئيس فريق الرجاء، كاين بعض الصناصير باش تقابلو، ولكن حطنا حنايا هاد اللاعب هذا اللي برز ضد المغرب في مراكش، ما خداش لي ورقه ديال الدوليه، ومن بعد ملي شفنا بانه دائما ضمن المنتخب الغابوني ومن احسن اللاعبين، حاولنا بالطرق الخاصه اللي ساعدتي في لعب الدور تبعناه، وجا من الفريق الجديد اللي كنرحبوا به، من ناحيه المصوبه هذا لاعب للفريق التنزاني من احسن الهدافين، هداف دولي واحسن لاعب في البلاد ديالو، نفس الشيء تبعناه في عده لقاءات دوليه، وما حسبنا الامر الا من بعد هذا مؤخرا من يعني البطوله الافريقيه تاهيل للمنتخبات وبرز كلاعب ممتاز، بقى لنا فابريس هذه واحد سنه ونص باش كنت نتبعو، لان كان وانا في بلكان، وانا باقي في بلكان، مالوزمون خرجت من بلكان، دونك وقعت عندي فكره عليه، تبعنا مؤخرا مع صاحب الفيديو، ودار لنا المنتخب، لاعب عنده 20 سنه، من احسن الظهير اليسار في افريق، وجبناه هنايا، دونك تبعنا دمنا المنتخب كظهير ايسر، وعنده بوليفار، هذا لاعب ظهير ايسر يقدر يكملو ميليو غوش، دونك سي دي جون اللي عندهم لاغاج فان، كان عندهم ديزوبجيكتيف تاهما، تاهما عندهم درنا معاهم واحد البيريود باش نستغلوهم، بالطبع اشتغلوا معاهم. ثلاث سنوات قبل التشكيل بالطبع، تنظن انهم مرتاحين، ممكن نسولهم الصومبي انتقلوا، هذا هو القوه ديالهم، وهذا هو المحظوظ اللي حنا لهم، الصومبي انتقلوا مع الجروب، دخلوا في نظام ديال المجموعه، لا من الناحيه التقنيه ولا الانضباطيه ولا الاخلاقيه، فري بروفيسيون بصراحه، لكن الحمد لله ان الفريق الجديد معروف عليه اللاعبين الانضباط، دخلوا بسرعه، وهذا هو المكسب. لينا دونك هادو هما لي ريكروتمون كون افري اون فونكسيون دو بوست، باش يكون عندنا اون دوبلور اون كاد بليسو بهاد الجوار، ثانيا نقدروا نغيروا الطريقه الدفاعيه مثلا، نقدر نلعبوا بثلاث ديفونسور اولي بكات، دونك كان خصنا ان بوست دو بوست بور لي ولي دولي وان باي بلوس اكردو، ونقدروا نلعبوا لو غيست التنشيط الهجومي، لان بعض الخطرات خص تغامر باش فريق صحيح انه السنه الفريق كان ثاني الهجوم في المغرب، سجلنا 45 او 46 اصابه، جبنا 59 نقطه، الاهداف بقات دائما مسطره مع السي عطيف الاخوان ديال المغرب المسير، هي السنه الفريق ولكن حنا اوني اومبيسيون، نقول دائما هذا الثقل على الكتاب ديالنا، فريق جديد دخل واحد الخانه ديال الفرق الكبرى، خصنا نكملوا لو ترافاي، خصنا كونتينيتي يعني في النتائج، لا كونتينيتي في لا مانيير جوي، سامبلسني تقدر تلعب اون سول فوا في حياتك كلها، سي شونس اللي حنا عندنا هذه السنه هذه، لما لا نشوف فيها بعيد، كاس عرفنا الشيء، والبطوله ان شاء الله باذن الله الى ان شاء الله، وبالسعاده للجميع نحضر سيرتكم، في لو موتيفاسيون دي جوار عنده دو موتيفاسيون انترانسيك اكسترانسيك، انترانسيك سي وي تيكون بون خصني نشتغل خصني نوصل خصني يعني ندخل الاحتراف الامليوراسيون ديالي، مي اكسترانسيك هما الحافز الخارجي ديال المكتب السير، ولكن الصحافه الرياضيه على اللاعب كتعرفوا خصك تجول كيبغي يقرا راسو بلو بوزيتيف، دونك بالطبع نطلبوا الجمهور الحلقه الاخرى باش يعاون الفريق الجديد. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Je vais vous demander questions. واحد المؤسسة اللي هي مثلا لونسيبي ما يكونش عندها الهدف واللوكو ديالها يبان في واحد البلاصة بحكم أكثر ما يكون الدعم ديال الفريق ديالهم، وكتكون بعض المرات حتى طالع يعني مثلا نعطيو مثال ديال المكتب الشرقي في الفوساط، هو طلب بأن باش يسحب ديك الإشارة ديالو، إلا درنا مشينا بهذا البرانسيب ديال اللي عطى أكثر
نديرو الروبو راه ما خصها ديرها واحد راه غادي يوجد غادي يوجد واحد يعني غير ضايف بالنسبة للمدعمين وكنشكرهم ما يخص المجالس سواء المجلس الإقليمي ولا المجلس البلدي ولا المجلس ولا الجماعة ديال مولاي عبد الله ولا ديال الحمزية كنشكرهم على الدعم ديالهم. الهدف ديالهم هو في الدعم ديالو ماشي لأن ملي كدير واحد المستشار ملي كتحط له اللوغو ديالو الهدف ديالو واحد الربح كياخذ يعني ملي كيكون واحد كيدير واحد الانفستيسمون واحد الروتور ديال الانفستيسمون على اللي كيديرو باش الناس داك اللوغو يبان عندهم. بالعكس عندك الجماعات كيكون الهدف ديالهم ماشي انه يتباهى على الناس انه الدعم ولكن حنا كنعطيهم ديما اولويه خاص تكون عندهم اولويه القيمه ديالهم اللي تكون هكا. بعض الامور بان التعتيم انا كنقولها ونعاود نقولها الدفاع على الحس الجديد من احسن الفرق اللي كيخرجوا كيديروا الكومينيكاسيون ملي كيطلع شي لعاب كنقولوا شحال سي عبد الله نعطيك المثال ديال الازهر انت كنت شفتي الازهر ما عرفناش كيفاش مخرجين ودرنا درنا واحد ساعه حنا كنهضروا على الازهر واش مشى والمعطيات اللي قلناه هي اللي كاينه انا ما مستعدش نجاوب شكون كتب هذا وكتب هذا انا عندنا وثائق حنا حتى الوثائق مستعدين نعطيو حنا حتى اونيفو ناسيونال من بين الناس يقول لك باش مشى اللاعب شحال مشى واش مشى اي صفقه ديال اللاعب يقول لك باش مشى بالنسبه للاعب اللي جاو اللي جاي دابا ما عندنا مشكل نقولوا لكم بعض المرات لي كونتخا ديال الجمهور انا كنقولها وكنعاودها ما كنخرجوش في كونترا كنقولوا هذا غياخذ وهذا ياخذ لان بعض المرات كتقدر عندك لي جوار ما كتكونش في صالح الفرح ما كنقولوش هاد لي جوار شحال سنين مي لي ريكريشن شحال جبنا لي جوار ما عندناش مشكل انا غنقول لك هاد لي جوار كاملين الا جمعناهم كاملين بالنسبه لفيدال ميغريش غادي تلقى الحر انتم عارفين كان الاخوان هما كاع شهر بالنسبه للاعب الحارس الفيالي جا 80 مليون يعني والامور خرجت يعني المعطيات راه كنعطيوها بتدخل جاب 80 مليون تكلمنا على الاخوه الافارقه هنا نعطيك لو طوطال ديالهم هما كاملين شحال جايين دابا بغينا كل واحد باش نعرفوا يا سيدي كل واحد عندك لا طاكو عندك 100 مليون هذا كاين هذا سميتو نشوف هيا فابريس فابريس عنده فابريس عنده 60 ألف أورو 60 ألف أورو لا أورو لا خصني كاين اللي عنده دولار شحال بالدرهم؟ حسبها في السنة التنافس التنافس هي حاجه مزيانه
يعني مزيان هو اللي يلعب لي جهاد هو اللي يدخل هذا بلي ساعه كاين الاخر واش هو اللي يكون ما يمكنش نشوفو باقي انا فشي مزيان انا كنشوفها مزيانه وكنقول ملي الساعه راح وصلنا ل 5 جوار ولا 6 من دراسه التكوين وصلوا ليكيب بريمير راه مزيان انا كنعاون حنا واحد السنين ولا 4 سنين راه كان عندنا واحد ما كانش وهو كان كيبدا بروغريسي كيوريكم في لي 18 ولا 25 كيتبينو مع اللاعبين اللي عندهم تجربه اللي كيحاولوا ياخذوا بيدهم هما اللي كيوصلوا هما اللي كيلعبوا بالنسبه للسؤال الاخر كان عندك ديال وليد ازارو نعاود نعطيك الصفقه طاهر انا وقيلا قريت في بعض في المصريه ان الصفقه وصلت مع 3 مليار من جينا الحسبه كان عندي 3 مليار احنا اخذنا مليون و 400 واللاعب حسبوا لي ديك 3 سنين و 4 سنين شحال جاو وانتم الصحافه راه كتعرف حسب لي ساعه بلا ملي كيبغوا دخلوا راه كيجمعوا هادي وهادي وهادي وكذا وهادي وحنا العقد انا كندعي كار قلت سالي جي شوف معايا العقد ديال ازار و 40 بالنسبه للائحه كل ما هو تقني هو عمل ديال سعد الرحيم طالب هو عمل العيون هو اللي كيدير التتبع ديالو مي كاين واحد البرنامج واحد البروجي ديال لو كلوب كيمشي فيه المكتب المسير كيمشي معاه سعد الرحيم اللي كيكون ككوتش كانترينر وككوتش وكمانجر ديال لو كلوب يعني ملي كنشوفو كنتكلمو على هنا ندخل الاستاذ السؤال ديالو اللي كيتكلموا على كوليبالي والهاكيتي سعد رحيم طالب جا الدرجه ديال 3 سنين واخا انا كنأكد لك حيت سي طريتهم قالوا هاد اللاعب جبتوهم وطلقتيهم وما عجبوكش هادو انت اللي راس كانوا قبل داروا الناس من قبل صافي راه ما كانوش مع الوقيته مزيانين ما كانوش مزيانين فواحد الوقيته كانوا مزيانين واحد الوقيته اللي قرا اخوات كوليبالي واحد الوقيته مزيان واحد الوقيته داك لو روندمون ديالو ما كيمشيش مع الاهداف اللي كانوا لينا كنصدروها يعني ملي كنشوفو كوليبالي ديال كيتي في لا بروميير عام كانوا كيجيبو لينا في العام الاخر كنشوفو لو روندمون ديال كيتي الى جوي 29% دي ماتش هاد العام الاخر والعام اللي قبل منه العام 19% ديال المقابلات في 19-23 واحد لي لوجيسيال اللي كيخدمو سعد الرحيم ولا هكا كنشوفو فيهم راه لعب واحد 4% كان مزيان سواء الجمهور ولا البروفيسيونيل غنعطي مبالغ اكثر من هادشي اللي سمعتي دابا بزاف كيطالب بها ماشي غير هي 5% 6% اسكو حنا جديده غنشدو دي جوار باش غيبقاو كاسينينا في البونتوش ونلفو على البونتوش باش غنبغيو حتى تنافسي ما غاتكونش هما اللاعبين اللي كاينين هنا حتى انا ما نقدرش نهضر عليهم كتشوف فيهم الحوايج اللي عندهم ايجابيين لا ما باقي ما شفتوش المقابلات ديالهم الرؤية ديالي الصغيرة التقنية سعد رحيم راه هضر حسن مني كتلقى فيهم لي كاليتي ديال دوك لي جوغ ودو جوغ بليس مي توجور حاجة اللي كنهضرو عليها سي نرجعو لسي عبد الله الفيتوري لأن هو اللي خاتم حصة الأسد في هاد سميتو غنجيبو غنلعبو الماتش الأول فهمتي كنحكم فيه حتى واحد لأن لاداتاسيون ديال دوك جوغ توجور تقدر يتلفت الماتش الأول تقدر يشدو من بعد لاداتاسيون راه كتحيد واحد من بلاصة الفلاش ديال الفلاش آخر حنا كنتمناو حنا جايبينو وكنشوفو فيهم خير وعندو واحد القيمة مضافة كنتمناو هاد الظروف اللي هي محيطة بيه ولا ديالهم يتعقلو بسرعة ويكون يدير الإضافة ديالو كوليبالي بالنسبة للموضوع ديال كوليبالي ديال كيتي سي هذاك لو بروبليم ديال لي سيليكسيون حتى نقولك واحد القضية يعني واحد لي دو مولا لي دو مولا لخري كانت خات واحد لا ديسيزيون في هاد الجو مغنزيدوش بحكم المردود ديالهم اللي عطانا الناس المطالبة ديالهم المادية والآفاق كيفاش كنشوفو الأمور فهمت دابا ديال كيتي لاعب دخل كلو بليسي تقريبا واحد بزاف هو متبعين معنا عمر كوليبالي ولا واحد الجوج غير البونتوش اللي جالس لا إخواننا هما عندنا غير المجهود اللي كيلعبو ولكن خاص واحد البونتوش حتى يكون جاهز وباغفوا باغفوا لو جوج كيكون جاهز كيعطيك تعظيم بعد المرات بحال اللي كيولف كنقولو على الدرجة بحال كيتخاوى مكيبقاش داك المربوط كيفاش حتى لاج ديال كوليبالي 27
انت خطاي اون تاسك ديال 27 هو عطينا فوراك 27 دونك اسكو داك لو بوست كي لعب فيه لي ريكيبيراتور هادي عامين كيسمش واش باقا عنده جاهز واش عطيه ولا لا سي بوسيبل يقدر الجمهور يمشي لشي فرقه اخرى يكون داك الديك اللي كيزيد حنا ما كنقولوش هكا مي فوني فو ديال الكلوب ديالنا بحكم هكا شفناها وصلت وصلت الامور ديالو باش نجيبو لي جمهور ولي جمهور ولي جاو لحد الان راه كيعطي واحد المردود طيب خاصنا تا هما نعاونو باش نتقلبو وتكون اضافه ان شاء الله من نصات الصحافه بالنسبه للسؤال نصات الصحافه مهم كما كتعرفوا الاشغال دازت الاشغال في كل شيء ديال الملعب عندي بما فيهم منصات الصحافه وفي دخلت في الاول قلت الاشغال تبدات مازالت منصات الصحافه حيت كان واحد كان مع الجمهور هنا ما كاينش ايزولي دابا وقيله دابا بالكليزاسيون وبالنسبه للكراسي باش كتبوا شكون واحد الامور مريحه ديالكم راه حنا خدامين فيه وندعيو جوج الاخوان اللي نسقوا مع الاخوان اللي كيصاوبوا الحوايج اللي تبان لكم مزيانه نديروها معاهم كيف ما ولات عندنا حنا اون سال ديال الكونفيرونس مزيانه يعني في الكلوب كامل بين لي سال كونفيرونس كنصوبوا حنا كنصلحوا ما كنصلحوش تبقى وحده مي غادي في هذا الاتجاه ان شاء الله بالنسبه لحصيله المقابلات الاعداديه ساعه مرحبا بها تكلمنا عليها بالنسبة للسي سي أستاذي معايا خاص السؤال ديال تفاجأوا بالتربص أنا ممكن لك التربص ما كيكونش فيه 5 جو ولا 6 جو التربص راه كيديروا الإخوان شهرين شهر 20 جو واحد المدة كبيرة 40 جو تقول تربص التربص راه واحد دايرينهم تكلمنا على الديكليك بسيشيك الديكليك بسيشيك دابا الإخوان هما اللي جاو جداد اللي كديرو اون سومان اونسومبل حتى لي زابيتود ديالهم كيعرفوهم هنا ملي كيما قالت ساعة الله خصهم يتعقلو ويلعبو دغيا هاد الحوايج كيساهمو فيهم هذا شوية علمية داك داك التأثير السيكولوجي ديالنا مجموعين في واحد البلاصة على سي الطريق و بليس كو سا علاش وجدة و ليبيا لأن المنطقة الشرقية ولات عندنا فيها مقابلات كثيرة ديما كتاخد واحد الجهة اللي تكون بعيدة على الكلمة ديالك باش تأقلم عليها واحد ساكن في الأكسجين هذا هو الهدف ديالها وتما لقينا أربعة مقابلات في المستوى اللي غيكونوا في جوج فرق في وجدة والفريق الثاني ديال الليلية الفريق الأول ديال الليلية والفريق الثاني ديال الليلية نتمنى الإخوان مثلا سي عبد الرحيم البشيري باقي واحد السؤال ديال سي عبد الله بخصوص مستقبل ديال حراسة المرمى بالنسبه للسؤال المهم ديال الساعه ديال مستقبل الحراس ما يمكنش ان واحد الجيل اللي كان ديال الحراس اللي كانت الجديه اللي كتعطي الحراس المغرب دابا ولينا حنا كنجيبو كل عام ديال الحارس انا متفق مع 100% كاين واحد العطل على مستوى حراسه المرمى وهاد السنه نهضرنا مع سي عبد الرحيم وعطات المكتب غنلونسيو مدرسه ديال حراس المرمى غيجيبوا بوطور لان كلشي عارف التعطير اذا الخلل في التعطير ما كاينش اذا الخلل باش نحطوا النقاط على الحر هاد 20 سنه ولا 15 سنه سواء كنا حنا ولا اللي من قبل ما كاين خلل في التعطير ديال الحراس هاد السنه حنا كنا غنديروا واحد الكونفيرونس اخرى غتكون مدرسه ديال حراس المرمى وغتكون غنشوفوا الوليدات اللي عندنا هنا وغنشوفوا ديال لا ريجيون ها لان تشوفوا ديال لا ريجيون شنو غيكون هنا على ديك الساعه سي زاهد اللي كيمرك واحد الملاحظه اللي دار زياره كانت مهمه قال خصكم تشوفوا شغل هنا تولي تشوفوا حتى المناطق اللي هنا يعني كرئيس لجنه التكريم الملاحظه هذو في محلها وغيكون اوتور سواء غيكون عندنا من برا ولا سواء اوتور هنا اللي غنديروا تكون اولى في المغرب مدرسه ديال حراس المرمى تنطبق هذه السنه والنتائج ديالها ما غاتجيش في السنه المقبله ولا من بعدها غنتسناو هاد السنين ولا اربع سنين يكون عندنا نفس طويل ان شاء الله باش يكون جيت تيكس من الاسلحه اللي جينا في دوره 18 2015 قالت لي اللعابه كاينين وكان بسيط ما كنتش انا وراهم وما لعبتش فيهم وما عمرني حبيت نمشي نلعب اصلا تنقول لك لي دوني واللعاب اصلا سي لو ماتش سي الواقع الكروي هو المقابله لا بريسون بيبليك بريسون ديال النتيجه بريسون ديال ستاف ديال ستاف تكنيك هذا هو اللي كيغيروا لك اللعاب هذوك اللاعبين ولا واحد تيقولي اصلا اللعابه الاخرى ما كانوش دوليين دونك ما عندوش واحد الاكسبيريونس دولي دونك حتى انا بغيت نسال في الكوب دافريك ما عندوش ديك الاكسبيريونس على الاكسبيريونس كيلعبوا في الوغ سي دي جو الوغ
دونك حنا السنة هذه مادام أن القانون سمح لينا بجوج ملاعبين دوليين، دونك ديجا حنا أربعة لعبة إكسبيرمون عندهم إكسبيرمونس. ثانيا صحيح أن المسؤول يتابعوا واحد ربي وأنا الذي سوء حازم، ما كاينش مدرب اللي عنده 31 سنة في السدري باغي يغامر الباكار ديالو بور غير. دونك حنا حسب المنظور ديالي التقني والإكسبيرمونس ديالي حاولنا نجيبوا لاعبين في المستوى ديال الفريق، مستوى الفريق اللي عطونا أن بلوس. نجحنا رجحنا كلنا خسرنا على نفس صح كان في الأرض الأولانية. ثانيا على اللاعب المحلي كنظن أن لوجيكتيف بريمورديال ديال كنتوما ديالنا حنا كقرار التقني ديال الجمهور الجديد هو النتيجة. أنا ملي كنشوف لاعب بمراتب متواضعة التقنية جاهز راه كنلعب، لكن العام لعبنا مفتول وكنا عدة لاعبين لهم افايف مسؤول لعب مالوزمون وقالوا لي زاد ليكتور كان مرض لي زاد ليكتور كان لك واحد تروما ولا ريكيبيري في لافان سيزون وهذيك لا ريكيبيراسيون دفعاتو مشي للمنتخب وش اللي صار في المنتخب. دونك النظرة ديالنا للمستقبل في المنتخب سيئة. أول حاجة هي انتيغراسيون دي جون. أنا يمكن يكون عندي لاعب محلي ولاعب خارج المدينة ولاعب ماشي مغربي كناخذ محلي هو الاول، واخا تيكون هو ناقص واحد ان ولا دول ولا 3% على الاخرين كناخذ هو، ولا سيما لو كان شاب صغير وكنشوف فيه بانني نقدر نبرمج المعارف البدنيه التقنيه ونوصي دوبلو. دونك ديجا حنا راه غادي في هذا الاتجاه صحيح، ولا صغير الفريق ولا كان واحد واحد مجيت انا كنهضر في الوكيل الجديد. دونك ديجا عندنا ست العام هذا العام بالعقد رسميا مع الفريق الاول ضمن اللائحه ديال 24، دونك يسون بري باش يهزوا لا كولور ديال الفريق. وانا متيقن 100% ان هاد اللعيبه غيجيو في الفريق. علاش؟ اللي عندهم مؤهلات بدنيه تقنيه اللي تيبقاو من الصفر من الناحيه الدينيه، لان شباب صغار 18 عام 19 عام باقي شي طيش شويه ديال دوك هادو خصنا يعني نجلسو وخصنا نأطروهم من الناحيه السيكولوجيه. والحمد لله ان شاء الله متيقن بانهم غادي يحلوا على قميص الفريق الجديد. بالنسبه للحراس، الحراس هو مشكل ماشي جديد، راه المغرب كامل هاد الولاد بيضاء ولا باش تحارس تخرجوا تخرجوا اللي راه ما عندهم صوت فورماس وما عندهمش حال زيرو، الرجاء عندهم زميتي بركان عندهم حال زي مراكش. دونك سا بروبليم مغربي هو كيما قال سعد في الوطن الطيري ما كاينش واحد يعني نورمالمون خصني ندير واحد لا فورماسيون ديزون كادر وش نقول له يدير واحد ولا اسا ديال الفراس وهذه مشينا في الاتجاه اللي ما نساش سعد انا تنشوف حاجه اخرى ما غير ندير واحد الصوت ولا فورماسيون ديال الحراس. لماذا نبحثوا على وانا تكلمت مع السي عبد الله تكلمت مع السي على قريب ان شاء الله باش نكونوا مهاجمين ديال الرقعه القصحى في الجديد. تكلمنا مع الاخوان من الملاعب تكلمنا مع هذا اللاعب ندير واحد البحث في لاريجيون لان اللاعب تكوني معروف بالقانون معروف بالقوه. لماذا نشدوا لاعب 16 سنه في هذا النيفو هذا وحتى الحراس الجديده عندنا خمسه الحراس كيديروا في الفرق الاول منهم واحد رجع الحراس اللي مترو و87 متر 80 هذا هو البروفيل ديال الحارس النص دونك انا راه خدامي مي خسر وقت هاد الحراس مايمكنش في دي بوست كريم يجيب واحد الحارس عنده 13 سنه وتلوصي دو لوبان في هاد السيناتير ديالو وانت حتى الفرقه ما تزيدش. دونك هاد الحراس كيتدربوا معاه يوميا كنتمنى تجيو تشوف التدريب الصباحيه كنتدربوا ملي كنتدربوا سي دي جوار ناتيف دي جديدة وان ميم طون من الكلوب هاد الحراس كلهم كنشتغلوا معاهم وفي القريب العاجل ان شاء الله غنديروا واحد سيكسيون داتاكون لان المغرب مابقاش فيه اتاكون دو بوانت غنديروا واحد 27 دراهم ونأطروهم وستعرف كم جمعين اللي يجيبوا لي دي 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 غران جوار اتاكون اللي يجي اطرو معنا هذوك اللاعبين لان الطرف الواحد ملي كيوز كان ميساج هو لازم داك البوست وخا انت كتاطرو من ناحيه التقنيه التكتيكيه كاين لي فيسي دو ميتي الفيسي كما تشدو تقول لها كيفاش تقرا كيفاش تصير هذوك التحاميات. دونك حنايا راه خدامي في هذا الاتجاه هذا وبالطبع لي زوبجيكتيف ديالي راهم صوب الامانات السنه الاولى كانت راه ذاك العام كانوا درنا تراسي لي زوبجيكتيف كانت الست الاوائل اربع الاوائل والسنه الثالثه نصارعوا على الدور. انا تنقول رسميا حنا ان شاء الله ما يمكنش نتكلم بان فرق جديد غادي يدير المنتخب ابدا. التقديم ديال القميص الجديد للاعبين هذا هو المذكر بان
السنه الماضيه كنا قدمنا يعني التعاقد ديالنا مع شركه بنك سبور ويعني القامي سبوري يعني السنه الماضيه فكنا يعني كنترجعوا يعني خير في هذا التعاقد لان كنا بغينا ندير راسنا في اي شيء كان باش نوصلوا لهذا التعاقد هذا الحمد لله يعني فاش سالينا السنه درنا واحد ان بيلون ديتاب لان عندنا عقد ديال 3 سنوات درنا ان بيلون ديتاب مع الرحمة ديال المكتب المسير ولا مع السيد المطيع اللي هو رئيس الشركة فبقينا بزاف ايجابيات ولقينا كيلكو بوان فيل اللي خدمنا عليهم باش هاد السنة يكونوا دايرين عرض أكثر من السنة الماضية يعني الحمد لله لي بوان فور اللي كنا حنا كنشوفو في هاد الخبرية ديالنا قررنا هاد العام نكونفيرميوهم اللي هما أولا لا فليكسيبيليتي سيتادير أنو فرق في الحسن الجديد كيلبس أن مايو spécial de façon ingénieuse, mais je crois que par exemple, à travers le monde, une équipe qui a le même maillot de façon ingénieuse. Et même les directeurs de chaînes entre parenthèses, les meilleurs qui sont mieux, ça généralement qu'il y a des collections de 2015-2014, c'est la demande. Donc ils achètent un stock. Là, c'est pas le cas. Là, c'est la mauvaise contrat de déclinant. Donc là, on parle de quoi? النقطة الثانية فالعام اختارينا يعني خدمنا مجموعين مع شركة بنك سبور على لو ديزاين دو مايو دونك اختارينا هذا لو ديزاين هذا واللي كنتمنى ان شاء الله انه يعجب يعني للجمهور الجديدي هو اللاعبين ديالنا ولا المكاركة الصحافة وثالثا يعني في اطار ديال ليفاليواسيون اللي درنا لا مارك فاول واحد كنهضروا معاه هو البرومي كليون اللي هو الجمهور الرابع هو اللي كيستعمل هاد لي برودوي ايضار البروجي هو ديال العمل ديالو فالحمد لله كانت اون كرون ساتيسفاكسيون ولي رومارك اللي داروا لنا بعض اللاعبين ولا الاطار التقني ولا هذا فخديناها بعين الاعتبار هاد لاني هذا وان شاء الله باش كل عام نستعملو لوخ بوان لان اللي خصنا نهضرو عليه باش نكملو الطريقه ديال سي باري فاحنا نهار بغينا نتعاقدو مع باك سبور فحطينا لا بروبليماتيك ديال ان سي باري عندهم ان كونترا échéance 2018 avec l'équipe entière où les voix prennent et prime le contrat avec ce même et où ça va bien assez jolie avec l'équipe entière nous allons chez هنا رئيس الشركه قبل على انه كان ممكن انه يفضى قبل على وحنا ان شاء الله كنستناو سيري لو كونطرا ديال سي سي فالي مع الكيب ديالو باش يدخل يعني في الاطار ديال الكونطرا الاوروبي اللي عنده اللي عنده مع يعني فرق بحيث الجديد مع الكيب ولكن قصدك ديروا معه